اهلا بيكم في حلقه جديده من وضعنا شو. قبل ما الفيديو يبتدي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. كنت اتكلمت معاكم قبل كده ان انا واحده من الجلت بليجرز بتاعتي هي ان انا بقعد اتفرج على قنوات مجهوله الهويه، وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن قناه اسمها قناه الصحه والجمال، قناه مجهوله، قناه ما حدش تقريبا بيتفرج عليها غير اللي بيطلعوا فيها. وانا النهارده بقى بالصدفه لقيت قناه تانية، شفت ان الموضوع مش مقتصر على قناه الصحه والجمال بس، لا هو في سين من القنوات المجهوله، في بارتيشن في مدينه الانتاج الاعلامي معمول للقنوات دي. خلوني اخدكم معايا في جوله في عالم من العوالم الموازيه للعالم بتاعنا وهي قناه الحدث اليوم. اول فيديو معانا هو ميسي على الهواء. بحب الاهلي ومثلي الاعلى شيكابالا ويغادر الاستوديو بعد مفاجاه على الهواء. 100% ريل يا جدعان. انا فاكر ميسي فعلا لما جه مصر الناس كانت بتساله انت فين او بتعمل ايه، كان بيقول لهم انا عندي انترفيو في قناه الحدث مش فاضي. مش بيلاقي الحاسيه بتاعته، بيلاقي نفسه في وسط الناس مبدئيا. بس هو ده زي ميسي يعني ممكن ده يبقى ميسي بس الفيرجن المضروب منه، الميرور بتاعه اللي هي الوانها ملعوبه فيها عشان الكوبي رايتس. طب عايزين نعرف مثله الاعلى مين. هات اوف ذا مينينج اوف بلاينج هير. هو ده ايه يعني؟ ده المترجم بتاعه يعني؟ وهل ترجمه مين مثلك الاعلى وات ذا مينينج اوف بلاينج هير؟ وات ذا مينينج اوف بلاينج هير. هو فعلا وات ذا مينينج اوف بلاينج هير؟ وات ذا مينينج اوف اي حاجه عامه؟ ايام هما دول الكلمتين يعني، هما دول الكلمتين اللي عارفهم. هو ميسي ضعيف شويه في الانجليزي انا عارف، اتربى بقى في الارجنتين وكده فتلاقي الانجليزي عنده مش لغه اولى يعني. بيقول لك هو مفيش حد مثله، هو مثل نفسه. صح صح هو قال كده فعلا، هو مثل نفسه ميسي مثلا. لكن لو اخترنا له لاعب مثلا وحبينا وصممنا نقول لاعب هو مثله الاعلى، يقول مين؟ هو ليه المذيع ده متفائل قوي يعني منشكح قوي يعني ولكنه بينترفيو ميسي الحقيقي حتى لو من مصر. What is the meaning of playing is in Egyptian here. مين مثلك الأعلى؟ What is the meaning of playing في مصر in Egyptian here. دي لغة جديدة تقريبا مخترعينها في قناة الحدث. مو صلاح. بيقول لك مو صلاح. مو صلاح. بيقول لك مو صلاح. مش محتاجة ترجمة دي يعني. واضحة قوي. مفيش أي لاعب تاني لفت نظره. What is the meaning of playing is here and your club here. Weird English noises. لا مو صلاح. هو مصمم حضرتك، بيقول لك محمد صلاح. يا عم هو عاشق لمحمد صلاح، انت ايه مشكلتك؟ سمعنا بعض التصريحات من فتره ان انت مثلك الاعلى هنا في مصر شيكابالا، هل التصريح ده مظبوط؟ دي تصريحات فين يعني؟ سمعتها فين دي حضرتك؟ في قناه الصحه والجمال مثلا؟ This is the player of محمود عبد العزيز شيكابالا هي is here in Egyptian here. ايه؟ Egyptian هي محمود عبد العزيز. يا عم كويس. تمام قشطه. بيقول لك هو محمود عبد العزيز شيكابالا طبعا لاعب كبير ومحترم وكل الاحترام ليه، وبرضه عشان خاطر ليه صديق مقرب هنا ليه في مصر عم عبده. هو قال كل ده يا عم؟ ده ما فتحش بقه اصلا. طيب ومنادي المفضل ليك في مصر هنا ايه؟ هاد اوف ذا امير هين هير ان ايجيبشن هير ان يور كلب هير ايجيبشن. وات از مينينج اوف كلب هير مو صلاح ان كلب هير محمود عبد العزيز شيكابالا؟ الاهلي. بيقول لك النادي الاهلي. النادي الاهلي. اخر تصريحات ميسي على قناه الحدث، انا احب شيكابالا واكل الفول والطعميه كل يوم واحلي بامه علي. ماشي نشوف فيديو ثاني. طفل معجزه يتسبب في بكاء لجنه المحلفين واندهش حلمي بكر. انا متشوق اشوف ازاي طفل هيخليني ابكي على الهواء. شاعر وكاتب، وباباه كاتب له قصيده. هو ايه باباه كاتب له قصيده دي يعني؟ دي حاجه يعني بنعملها للاطفال زي مامته محضره له الفطار، ابوه محضر له قصيده. انا بس عندي تعليق على الاستوديو يعني، هو ايه الديكور ده؟ ده ديسك، تحسه ديسك ريسبشن في فندق، ودي الحته اللي بتروح تحجز فيها، وده اللوبي مثلا او حاجه، تحسه لوبي في فندق. يلا. الو. إيه؟ ايوه مين؟ إيه؟ ايوه يا حاجه. ايه ده فين؟ قول يا ابني ما تخبيش. انا فين؟ يا حاجه ابنك مات شهيد الاول. ما صدقتش ايه اللي بيحصل؟ ممكن يكون غلط في العنوان. رفض العرض واطبقها يكشفوا الحياة ما حدوش كسماء. هو الطفل ده مين خد منه السيريلاك بس؟ عايز افهم مين زعله؟ مين جه عليه؟ مين معصبه؟ يعني انا مره اشوف طفل بالحجم حاجه بالحجم ده متعصبه كده وبتطلع الصوت ده. يا يما لسه عايش بس في مكان تاني بعيد في الجنه يما اتغدها. يعني الواد بيقول كلام اكبر منه بكتير قوي وبيقوله بصوت عالي، فانا مش فاهم هو ليه طفل صغير نعمل فيه كده. انت عيطتي؟ والله ده
ايه لك معلفين اللي بتعيط دي؟ بص طنط اللي هناك دي عيطت علشان انت صوتك انت جميل. اقعد مكانك يا اسر. يلا حبيبي يلا ميشو. روح اخش الحمام اعمل العب مع اصحابك. الفيديو اللي بعده هو برنامج اسمه حكاوي ولاد البلد، وفي الواقع هو ده لقاء مع مصمم ازياء اسمه حماده السيد. طبعا زي ما انتم شايفين الهيئه هيئه مذيعه، تسمع برضو الصوت تحس ان هي صوت مذيعه. مساء الخير عليكم اعزائي طبعا زي ما انتم شايفين لسه موظفه شؤون مثلا، يعني مستحيل تكون دي خريجه اعلام، تكون خريجه اعلام مثلا دفعه 60 70 سواء يعني. لا لا دي مدام اسماء الطنطاوي في شؤون الطلبه الدور الثالث. مساء الخير عليكم اعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج حكايه ولاد البلد على قناتكم المحبوبه الموقره قناه الحدث اليوم. هي ليه تتكلم اكن البرنامج يعني في 100,000 متابعينه، فيديو جايب 495 فيو منهم 400 انا. معانا حكايتين، حكايه بتتكلم عن قصه فيلم هنشوف التقرير بتاعها، وحكايه بتتكلم عن ابن محافظه السويس. معانا تقرير هنشوفه ونرجع لكم تاني. طبعا انا مش عايزه احرق الفيلم، ولكن هو فيه رساله، واحنا متعودين من سيادتك ان اخراجك دايما مميز في الافلام اللي فيها رساله. مين ده؟ وليه خايفه تحرق الفيلم يعني؟ اعتقد ان مفيش حد مهتم. هو رساله البلد مستهدفه من ارهاب وسلاح ومخدرات. دكتور سيد سيف مخرج، ممكن نجرب نكتب على جوجل كده سيد سيف مخرج. سيد سيف اخراج في الموجرافيا، رغبه وحقد وانتقام، كلاب حراسة عذراء وثلاث رجال، الشاهد الأخرس من قوسين فضيحة في حارتنا. ايه الأفلام دي يا يعني؟ جماعة؟ واضح إن احنا داخلين على مخرج تقيل، مخرج من مخرجين السينما الجميلة، زمن السينما العريقة. يعني ينتخوا المواضيع اللي هيعملوه، يشوفوا النهاردة ايه مشاكلنا النهاردة. هو ايه الشخصيات دي يا جدعان؟ ايه السينما دي؟ وليه الانترفيو معمول في غرزة؟ وليه الناس شكلها مريب؟ ليه شكلهم شبه الشخصيات اللي كانت بتطلع في اللي فات سات؟ أول مرة طبعًا تلعبي، أنت ما عشتهوش، لكن لما عشتي حسيتي بإيه؟ والله حسيت قد إيه الشباب ضديك بسببي وبسبب يعني النماذج الحقيقية. والله يا فنانة مش عارف أنت مين، بس أنت متفانية في تمثيلك لدرجة إن أنت حاسة بالذنب ان انت اللي مضيع الشباب. معانا مجموعه جميله هايله جدا طبعا، ده اكيد المنتج هو المنتج دايما بيحدد خين كده. سيعرض في جميع دور العرض ان شاء الله في منتصف شهر يناير. ده يلا ده لازم، ده لازم نخش كلنا، ده نحجز له من دلوقتي. ده لا بصراحه مش هقدر استنى لحد ما الفيلم ده ينزل، انا هخش اشوف له تسريبات على النت. مش عارف الاقيه بصراحه ولا لا، بس ورث التراي يعني. فيلم كلاب الليل. اوبا انا لقيته، احنا نقوم نعمل فشار بقى. محدش يتحرك فيكم، عنك ده مرطوه، بس الشنطه تقيله عليك. انا ما اعرفش فيها ايه. احنا بقى عارفين، احنا مراقبينك من اول ما سافرتي بانكو. سافرتي بانكو ايه بس؟ اولا ايه الكواليتي دي؟ ثانيا الممثل ده انا عارفه، بيطلع دايما في الافلام الساقطه، دايما بلاقيه قاعد في قهوه كده بشد حجر، والناس تعامله هناك على انه احمد السقا. احنا ما بننامش يا مستر كارلوس. انا شايله الشنطه وبس. وهتشيل القضيه يا روح امك مع مستر كارلوس. مستر كارلوس زعيم العصابة، زعيم المافيا. وقعت يا مستر كارلوس وجاي اوان ان انت تتحاسب. تاخد العلاج بتاعي. ايفل كاركتر مومنت فسخ، خلاص بقى بيودع، خلاص بقى مستر كارلوس بيقع، لازم يقع بالشياكة، ما ينفعش يتقبض عليه كده. هياخد بقى العلاج بتاعه ويشرب كوباية الشاي، يشد الحجر المعسل، بعد كده يركب بوكس معزز مكرر. مالك؟ خدت ايه؟ خدت مكافئ نهاية الخدمة. خدت مكافأة نهاية الخدمة. مستر كارلوس لا، ودي نهاية كل مجرم فاكر ان الاجرام هيفيده. كارلوس حصل ايه؟ ايه يا معلم؟ شكله مات. ها؟ مات. حصل ايه ان شاء الله بعد الاعدام؟
يلا روح امك انت كمان. ايه ده؟ ده كاجولي كده يعني، حد مات كده بنسيبه كده و يعني ايه؟ طب يعني كرام ميت دفنه. طيب مفيش حد بيشوف حد ميت بيخرج من السين كده. بستأذن انا بقى، يلا سلام. تمثيل 10/10، اخراج 10/10، مؤثرات صوتية وبصرية 10/10، جايزة مهرجان اللؤلؤة وجايزة مهرجان بلطيم للأفلام القصيرة. دي كواليس من كواليس الفيلم، بنشوف هنا مشاركة خاصة من حمدي الوزير. قسمت جسد رمة بياكل فيه الدود لما بيموت. لا لما يموت بياكل فيه الدود. ركزي بقى فنانة، انا عارف انا عارف ان انتي واقفة قدام فنان حمدي الوزير والمخرج وليد محسن، فمتوترة شوية. اه مش بحفظ بالظبط. انت كسبت جسد رمة لما بيموت. لما يموت. لا بقى ده احنا جايين نهزر بقى، ده احنا جايين هنا نلعب، مش تمثيل ده. زيك زي اي دودة بتاكل في الجسد. زيك زي اعقل وكب. معلش الافلام دي فين؟ ليه ما بتنزلش السينما؟ فين مهرجان الاوسكار من اللي بيحصل ده؟ فين الرقابه؟ طب كفايه كده ديب ويب، نرجع تاني لقناه الحدث اللي هي ديب ويب برضو بس يعني فوق شويه. نكمل حكاوي ولاد البلد مع اسماء طنطاوي. تاني حاجه بس نقولها ومهم قوي، تهنئه بعيد ميلاد الاعلاميه الجميله صديقتي واختي دعاء محمد، كل سنه وانت طيبه. لا يا اسماء يا طنطاوي، لا يا حبيبتي، ده دي قناه على التلفزيون مش جروب الواتس بتاعك. كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت متالقه. برحب بيك استاذه حماده عبد الحميد. اهلا وسهلا فندم. بجمهورك وباهل السويس تقول لهم ايه قبل ما اطلع فاصل؟ اهلي وحبايبي واخواتي و هو مين هايزنبرج ده؟ حضرتك في البدايه انت بتحب الشعر جدا، هو ده مصمم ازياء ولا شاعر؟ استاذ حماده تحب تقدم الاول شعر ايه تاني لجمهورنا الحبيب ومشاهدينا؟ كانت حاجه هنا جميله جدا، يعني قعدت اكتر من ثلاث سنين تكتبها. ثلاث سنين تكتبها ليه؟ مش كتاب، هو مش فيلم. حبك في مصر ولا حبك في الشعر؟ لا حب في الاثنين. يعني هو ايه السؤال؟ يعني ايه ليه قعدت تكتبها ثلاث سنين من حبك في مصر ولا حبك في الشعر؟ يعني ايه علاقه حبه في مصر وحبه في الشعر بالمده؟ سمعنا يا استاذ حماده. قال للزمان مصر كل الحنان، وانا قلت للزمان كفايه حنان. قال للزمان العبط ده. ليه حماده تقعد 3 سنين تكتب في العته ده؟ سهله يعني، قول للزمان انت فين يا زمان، رجع للمكان، ما هو اصله ليه عنوان. حبك في قلبي سهرني الليل احرس المكان، ونيلها في دمي مهما طال الزمان، واحميها من غدر العدو والجبان. رجعت بالزمان لقيتني في مكان كله دبان، ما لقيتش الامان، كل ما بص في وش حد بلاقيه جبان جبان جبان. إيه القماشه بتمثل لك ايه وانت بتمسكها كده وتفصل منها فستان جميل؟ وايه يعني ايه نوع الاسئله ده؟ القماشه بتمثل لي الامان زمان والمكان. يعني على حسب القماشه، ممكن تلاقوا في قماشه رخيصه دي ما بتمثلوش حاجة. على حسب برضو المودرن. مودرن ايه؟ اللي بتطلب منك. اه ايه مودرن؟ ولا حمادة انت ولا مصمم ازياء ولا شاعر، انت هايزنبرج ومتخفف قناة الحدث. بعض الصور لبعض الموديلات بعض الفنانين، حضرتك قلت لي ان انت بتصمم نفس الديزاينر ده. بيصمم نفس الديزاينر، يعني هو بيعمل ديزاينر، كان بيصمم ديزاينر، الديزاينر ده هو اللي بيروح يعمل الديزاين. والصور ظاهرة على الشاشة. حضرتك فكرك وانت بتصمم هو ليه مخبيين وش البنت؟ هي موديل عادي يعني، مش ممسوكة آداب هي. لحد مش قادر يجيب نفس نوعية الكواليتي بتاعت القماشة دي. عملوا له والله. وحتى بقولها لتسعيد سعيد، تعالى شوف الديزاينر اللي انت عايزه واعمله لك واللي تدفعه. فتح فرن عيش ولا محل ترزي ولا ايه بالظبط؟ السنه اللي فاتت عملت الحمد لله، عامل دراسه جدول باطول ديل فستان زفاف في فرنسا. انت بتقول ايه؟
طب بعيدا بقى عن المواهب والاقمشه، هنروح في حته تانية دلوقتي، هنروح للمنطقه اللي هي بتاعت المخترعين. جهاز تنفس صناعي بحجم الموبايل، مخترع مصري يذهل العالم على الهواء. ليه دايما المخترع المصري بيذهل العالم؟ هل بيذهله عشان هو مضحك يعني، عشان هو عبيط، ولا بيذهله ليه يعني؟ كلمني يا احمد بالصفات اكتر عن الجهاز التنفس الصناعي. رجع تاني واقول ده مش هيئه مذيع يا جدعان، ده سواق اتوبيس نقل عام. بيجيبوا المذيعين دول منين؟ ده جهاز تنفس موبايل، تمام، زي الموبايل بيشحن يطلع اكسجين نقي. ايه ده؟ هو انت ليه كتب عليه اسمك؟ طيب يعني مش التوك توك بتاعك ده عشان انت تكتب عليه اسمك بالمنظر ده؟ بيطلع في الجهاز تنفس اهو، الكاميرا جايبها لك. ايه ده يا معلم؟ سبحان الله. ممكن دي شيشه دي يا معلم؟ ليه بتصنفكم؟ معلش، عشان ده حجر قص اللي انت بتشوه. شد شد، فعلا حاسس اكسجين. دي فيب او بود. سبحان الله. يعني بص يا جماعه زي المشاهدين، ده اختراع مصري جميل جدا. حضرتك برضو زي ما قلت لك، انا شغال بقالي بالظبط سنتين ونص. جميل. على جهاز يقدر يقتل السرطان في الجسم بدون تدخل جراحي. هو ايه ده يعني؟ مين ده؟ ده هل ده دارس طب مثلا، خريج طب، خريج حاجه ليها علاقه باي مجال عامه في الدنيا؟ اسالك تعليمك ايه؟ ازاي بقدر اخش في حاجات، ازاي اخترع زي ما قلت حاجه بتكافح سرطان؟ اي حاجه انا بشتغل فيها لو شيء انا مش فاهمه انا بحاول افهمه واسال اي متخصص فيه. طبعا انا فكري هو ممكن مش هيوصل له. طبعا فكرك مش هيوصل له، عشان يعني فكرك اعلى من الناس كلها يعني. بس ممكن افهم الشيء اللي ممكن يبقى فيه ضرر او ممكن يبقى فيه فايده. وايه يعني تفهم الشيء اللي ممكن يبقى فيه ضرر او ممكن يبقى فيه فايده؟ بتقول اي كلام يا انت؟ كلكم بتقولوا اي كلام. دي قناه الكلام، قناه الكلام. اليوم انترفيو مع مصفف شعر يكشف احدى الصيحات وقصات الشعر الترند في 2023. فرقعه تاني رجعت ولا ولا الوان تاني اللي كان فيه فتره؟ طبعا ده لما نحب نتكلم عن الترندات بنجيب المذيعة دي، يعني هي باين عليها ماشيه مع احدى الصيحات الشعر والميك اب. طبعا الرمادي دلوقتي والسيرفر برضو هو اللي ايه طالبينه دلوقتي، والزيتوني. الزيتوني عليه ضرب نار. ايه الموديل اللي بعد كده تتفضل؟ الموديل اللي بعد كده تتفضل؟ في موديل هتتفضل دلوقتي؟ لا. ده طبعا ايه ده؟ كافيار حبيب، كافيار كده نوع. ده موديل كافيار 2023. النص ده طبعا البت دي مين ضاربها في وشها وقال لها هتطلعي؟ يا ربي ما كانوش 300 جنيه قبضهم في ام البرنامج ده، يا رب نخلص. معانا موديل، اتفضلي. في موديل تانية؟ ده طبعا ليس، والسنبولة دي برضو مطلوبة اليومين دول. دينا في الليس بقى والسنبولة. دي تسريحة بالنهار في الشغل. هي ليه شبه الستاند اب كوميديان اللي اسمه عبد الرحمن ده؟ تمام. وبرضو الشغل خارجة، تمام. للصباحية. للصباحية عزومة. ده للصباحية، ده ستايل الصباحية. انا بقى عايز اسألك بقى سؤال، جينا للسنبولة. السنبولة محتاج يعني في وش معين بتتم تليق في الوش المدور ولا المطول؟ ده سؤال مهم فعلا. هل السنبولة تنفع مع الوش المدور ولا المربع ولا المثلث؟ دي حاجات بتشغل الرأي العام وبتشغل البنات. طبعا السنبولة دي طبعا بتليق برضو ايه على البنات، ايه بتلي مثلا عن سن الوش المدور. طبعا انت هتقول يعني هي لو كانت قالت الوش المربع مثلا كنت تقول الوش المربع حلو قوي. الوش المدور طبعا مطلوبه فيه قوي. وبرده السير الانترفيو معانا هو اسمع واحكم بنفسك. ميرا عبيد تحرج سندريلا مصر بعد الغناء على الهواء. انت كنت بتقول ايه؟ هي اغنيه لجاستن بيبر اسمها بيبي بيبي. جاستن بيبر، جاستن بيبر اللي بيتحط على الاكل ده يعني ولا ايه؟ يا انجلش كوز ام يونايتد ستيت اوف امريكا، فاكيد بتكلم انجلش. ايه 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 ده انجلش؟ يا انجلش كوز ام يونايتد ستيت اوف امريكا، فاكيد بتكلم انجلش. انا متاكد ان هي قالت اي كلام بكده، قالت امريكا اللي هو برضو انجلش نويزز زي اللي كان مترجم ميسي بيقولها. لما تسمعيني حاجه كده لا اللي هي مطربه، لا في فرق بين بتادي قصدي. لما تسمعيني حاجه كده مفاجاه بقى، في مفاجاه بتتحرق. لا انا عايز اسمعك. بوظوليش المفاجاه يا جماعه، ما تحرقوليش يا جماعه، الحاجات دي سبويلرز، ما ينفعش تقال كده. طب ما انا عايز اسمعك. طب غني لي زي ما غنيتي لعصام شعبان. لا انا صوتي دلوقتي مش زي اللي. لا غني لي اي حاجه وانا والجمهور هنعرف نقيم. بس انا اصلا بمثل. طب احنا بصي هخلي المخرج هو بيقول لي هيعمل لك محسنات صوت. يلا لا مش محتاجه. انت بتضحكي عليها يا عم. طب غني، وريني بقى الثقه دي. يلا بينا هغني لك. طب ما انت طلعتي حلوه. هتغني؟ امال ايه؟ لا مش هغني، لا مش هغني، لا انا ممثله. بيبي 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 او لايك بيبي 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 نو لايك بيبي بيبي بيبي
انا شايف كفايه لحد كده يا جماعه. حابب ان احنا نختم بالاغنيه دي، مش عارف، حاسس ان انا تعبت، يعني حاسس ان انا محتاج اروح دلوقتي اخد شاور كده، احط كلور على عيني واحط كلور في وداني، حاسس ان انا بقى كتير قوي الحفره دي، فاتمنى ان انا اعرف ريكفر واطلع منها بسرعه. في النهايه طبعا القنوات دي يعني مش عارف بصراحه ايه هدفها، ولا المحتوى اللي فيها ده المفروض موجه لمين، ولا بيفيد مين يعني، ولا ايه الدنيا. كان حد قال لي كده في الكومنتات الفيديو اللي فات بتاع قناه الصحه والجمال ان هي القنوات دي بيبقى فيها استوديوهات بتتاجر، ممكن احد ياجرها يعني، ممكن اعمل نفسي مذيع مثلا واخش اجر قناه واعمل برنامج. فممكن في يوم من الايام اعمل كده، لحد ما ده يحصل اشوفكم فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، و باي باي. Baby, 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 oh.